المؤتمر الصحفي او اللقاء اهميه اربع وزراء خارجيه عرب موجودين في القاهره، اجتماع رباعي لمواجهه، مش عايز اقول ازمه، ولكن مواجهه موقف ضد دوله بتقتل فيه الشعب المصري، في الشعوب العربيه، دوله بتأوي الارهاب، بتوفر كل شيء يتعلق بالارهاب اللوجستي، بتوفره وبتساعده بتأويه. شفت الاجراءات النهارده او على اقل المؤتمر واللقاءات، والناس كانت منتظره قرارات، ولكن هل في الدبلوماسيه يطلع وزراء الخارجيه يقولوا ان احنا هناخد اجراءات 1 2 3 4 ولا لا؟ اتفضل يا فندم. اولا في البدايه، مجرد انعقاد هذا المؤتمر وحضور وزراء خارجيه الدول الاربع الى القاهره وفق ترتيب محدد وعقد اجتماعات حقيقيه فيما يتعلق بجلسات عامة عقدت، أيوة، وجلسات خاصة توضح بشكل قاطع مدى أهمية الأمر وخطورته وجدية المناقشات اللي تمت النهاردة، ده من حيث الشكل. وتوضح أيضا وبنفس القدر أن هناك تنسيقا واضحا ومستمرا بين الدول الأربع، وهذا أمر حيوي وضروري ومطلوب، وقطر كانت تراهن على غيابه. أن يكون في اختلاف مثلا وجهات النظر، ما يبقاش في تنسيق، أو يفطر الحماس يعني. فانعقاد هذا المؤتمر بهذا الشكل بيوجه هذه الرسالة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المؤتمر والبيان الصادر عنه جاء في سياق وفي سياق تطور أحداث وترتيبها، وبالتالي أنا لا أتفق كثيرا مع الذين كانوا يتوقعون قرارات معينة وتصعيد بشكل معين. في عالم السياسة أعتقد هذا الأمر ربما لا يكون دقيقا في كل الأحوال. الحسم والوضوح والقوة مطلوب في بتوقيتات محددة وفي ظروف معينة. سياق الأحداث يؤكد أن هذا هو الشيء الطبيعي، وأيضا البيان الصادر في أعقاب الاجتماعات بيان واضح ومحدد تضمن عدة رسائل غاية في الأهمية. يعني أول رسالة أكد التزام الدول الأربع بالقانون الدولي وأن ما أقدمت عليه من خطوات فيما يتعلق بقطر، العلاقات مع قطر وخطوات أخرى إضافية جاءت في إطار الالتزام بالقانون الدولي وفي إطار ما تم الاتفاق عليه وإجماع المجتمع الدولي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. جاءت أيضا بتحمل دعوة واضحة للمجتمع الدولي لكي يطلع بمسؤولياته فيما يتعلق مكافة الإرهاب، وهذا في تقدير الشخصي يعطي دلالة على أن الدول الأربع ستركز في الفترة القادمة على تكثيف اتصالاتها بالمجتمع الدولي، توثيق أكثر لما لديها من أدلة عن تورط قطر في دعم الإرهاب ودعم الجماعات المتطرفة. أعتقد أن هناك جهدا سيبذل على الصعيد الدولي يوحي إليه ما ورد في البيان. يعني التحرك لمجلس الأمن، للأمم المتحدة، للمنظمات الدولية. التحركات أعتقد هي بدأت بالفعل وموجودة، لكن لها قواعد ولها سياق أيضا ولها توقيتات محددة. هو ما نرجوه أن يتواصل هذا الوعي وهذا الاهتمام وهذا التركيز، وأن تستمر عملية توثيق الأدلة، لأن اللغة الوحيدة التي تستطيع بها إقناع الدول الأخرى بالانضمام إلى هذه المواقف القوية الحازمة للدول الأربع هو تقديم المزيد من الأدلة وتوضيحها، وبالتالي تضمن البيان الختامي هذا الأمر. يضاف إلى ذلك قرأته البيان الختامي أيضا فيما يتعلق بالمبادئ الستة التي أعلنت في البيان الختامي، هي ترجمة بلغة أخرى أكثر عمومية لل13 شرط أو مطلب الذي قدمتها الدول الأربع. ربما